يعني نتوقع أنه خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة يكون في دفعات، بس حتكون دفعات حسب مماطلة الاحتلال، حتكون دفعات بسيطة. صحيح، يتم الحديث حاليا عن دفعات جديدة، فيعني حدثنا عن الرقم المتوقع. الرقم عند الاحتلال، الرقم ما حد يعني ما في رقم متوقع. لا لكن مش حيتجاوز المئات يعني. نعم. مش حيكون يعني رقم مقنع للعامل الفلسطيني او مقنع للمواطن الفلسطيني عما قيل. يعني احنا قلنا مفترض في هذا العام نصل ل 30,000.